وللأسف يعني بعضهم يخلط الحابل بالنابل. يعني أذكر من ضمن القصص اللي اطلعت عليها كانت لساحر تائب، ساحر يمني وموجودة طبعا في وسائل التواصل، لديه لقاء، كان ساحرا وبلغ مرحلة كبيرة من السحر، ساحر يمني، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وطبعا أعلن توبته وأصبح محاربا لهؤلاء السحرة، فكشف مجموعة من الألاعيب والوسائل الدعائية التي تؤثر وتكون وسيلة للدعايات للناس من أجل أن يتأثروا وينساقوا إليه وإلى أمثاله طبعا من السحرة. فكان يستخدم ويتظاهر بالتقى وأنه يسبح الله سبحانه وتعالى، فكان عندما يأتيه المريض ماذا يفعل؟ يقول انتظروني قليلا أصلي ركعتين حتى يوهمهم أنه يوهمهم أنه يلتقي إلى الله تعالى بالدعاء وبالتسبيح والذكر وما إلى ذلك من أجل أن يثقوا فيه، ويث أنه ليس يعني دجالا أو مشعوذا. وهو يقول كنت أسجد للشياطين وتقرب إليهم ولا أسجد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن في ظاهر الناس أنه يفرش السجادة ويصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى في ظاهره من أجل أن يجذب انتباههم، فهذا فهذه دعاية له. فأمثال هذه الدعايات وأن هذا الشخص إنسان ورع أو إنسان ولي أو ما إلى ذلك من هذه الإيهامات التي يوهم به الناس فينساق إليه الناس ويستغل وبعد ذلك مباشرة، بعد ذلك يتخذ بعض الوسائل، وسائل الإيهام أنه لديه الكشف. فعندما يأتيه ذلك المريض يقول أنت اسمك كذا وأنت كذا وأنت كذا ولديك كذا، يأتي بالتفاصيل من غير أن يتكلم وذلك المريض ويخبره علته وما يعاني وما إلى ذلك، طبعا من خلال وسائل ويتخذها هو ساحر ولديه من الوسائل والطرق في ذلك. فلذلك هذا، فإذا لم يصدق يتصرف، يقول يعني هو يعني يحكي عن نفسه، أقول أتصرف بعض التصرفات من أجل إيقاع تأثير على هؤلاء المرضى وعلى أهله الذين أحاطوا به الذين أتوا بذلك المريض. فيقول يأتي بالخنجر وأضربه على صدري وكأنه يدخل ذلك الخنجر في صدره، وبالتالي يقول لذلك المريض انزع هذا الخنجر يعني من صدري، فيحاول ولا يستطيع. وأيضا يقول لأهله الذين صاحبوه أيضا حاولوا أنت، يعني كأنه قد دخل في 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 في, في شجرة، في جذع شجرة لا يستطيعون أن ينتزعوا ذاك الخنجر، فهو إذا هو بحركات معينة وتمتمات معينة يخرج ذلك ذلك الخنجر من غير أن تسيل شيء من الدماء. المهم يتصرفون تصرفات عجيبة وغريبة مما تجعل ذلك المريض مقتنعا بقدرات هذا المعالج، وأن لديه من القدرات الهائلة ما يستطيع بها أن يؤثر وأن يدفع هذه الأمراض. وبالتالي هذه الأخبار تتناقل عبر يعني سواء الوسائل التواصل أو عن طريق الإخبار المباشر، وبالتالي هذه الدعايات وهذه الهالة التي توضع لهذا المعالج تروج له، وهذا الدجال وهذا المشعوذ تروج له، فينساق الناس هذا إنسان ولي أو إنسان كذا وما إلى ذلك، فينساقون وكل واحد يجذب الآخر، وبالتالي يعني يزداد هذا المشعوذ والساحر. نعم بارك الله فيك.